يقول هل الزكاة لمن أراد العلاج جائزة أو أنها ليست من مصارف الزكاة؟ من كان محتاجا إلى علاج ولا قدرة له عليه فإنه إذا لم يتمكن من توفير المبلغ إلا من طريق الزكاة فلا بأس بصرف الزكاة إليه، لأن هذا من الحاجات الأساسية، هو كالحاجة إلى الطعام والشراب، بل أهم من الحاجة إلى اللباس، لأن الصحة والسكن، لأن الصحة أساس في طيب معاش الإنسان. فمن لم يكن له مال يعالج واحتاج إلى علاج فيصرف له من الزكاة.